رح نبدأ اليوم يا خامس بحل تدريبات درس المدى. المدى احنا حكينا اللي هو الرينج. المدى الرينج شو بيساوي؟ عندنا أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، هذا هو قانون المدى. طيب أجد المدى للأعداد الآتية: 5.5، 5.8، 3.7، وأربعة وأربعة واثنين من عشرة. شو هي أكبر قيمة يا مس من بين البيانات الموجودة عندنا؟ أكبر قيمة اللي هي عبارة عن 5.8، بدي أطرح منها أصغر قيمة اللي هي 3.7. يلا لو جينا نطرح ونحكي، هلا بنبلش عندك زي كأنك تحكي آحاد وعشرات، أو جزء من عشرة مع جزء من عشرة، والآحاد مع الآحاد. هلا بنبلش 8 - 7 اللي هي عبارة عن 1، الفاصلة بتنزل، 5 - 3 اللي هي 2، إذا المدى هي عبارة عن 2.1. أكمل الجدول الآتي، معطيك هذا الجدول أصغر قيمة وأكبر قيمة لنوجد المدى. طيب هلأ منيجي بنحكي أكبر قيمة، لو جينا هون نحلها اللي هي 8.5 ناقص 5.3. يلا يا مس نطرحهم، 5 - 3 اللي هي 2، طيب الفاصلة بتنزل، 8 - 5 اللي هي 3، إذا المدى هون 3.2. طيب هون شو معطيني يا مس؟ معطيني المدى، بحكي لك المدى بيساوي عنا 40، وشو بيساوي؟ أكبر قيمة اللي هي 68.9 ناقص أصغر قيمة، مش معروفة شو هي أصغر قيمة. طيب بهاي الحالة إحنا شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ العملية العكسية، يعني كأنك بدك تمد جسر يا مس. بدنا نعكس الإشارة، يعني بحكي لك 68.9 إشارتها موجبة. هلا لما نمد الجسر بين هدول العددين بدنا نعكس الإشارة، كان هاي إشارتها موجبة، فورا رح يصير عندك لهون العملية سالبة. يعني بتقول لي 68.9 اطرح منها 40 يا مس، رح يضل عندك 28.9. إذا أصغر قيمة اللي هي عبارة عن 28.9. تعال نتأكد، بتقول لي 68.9 اطرح منها 28.9، رح يضل عندي المدى 40. هذا الحكي مظبوط. طيب نشوف السؤال اللي بعده، معطيني المدى اللي هي 93، شو بيساوي؟ أكبر قيمة مش معروفة ناقص أصغر قيمة اللي هي 44. حلو، في عندي حكينا دائما بدنا نمد جسر بين الأرقام المعروفين معنا، هدول بدنا نمد جسر بيناتهم. فأنت شو بتحكي لي؟ عندي هون 93 وعندي 44، شو إشارة 44؟ سالب اللي هي ناقص. طيب لما نمد جسر بده يصير عندنا العملية عكسية، فورا لما تمد جسر بين الأرقام المعلومة بدك تاخذ عكس الإشارة. طيب بصير عندنا 93 + 44، اجمع لي اياهم، 3 + 4 اللي هي 7، طيب 9 + 4 اللي هي 13، إذا أكبر قيمة اللي هي 137، إذا 137. تعالوا نتأكد، 137 - 44 بيطلع معي 93، إذا هذه الإجابة الصحيحة للجدول. سؤال 3، كانت علامات زيد في نهاية العام الدراسي كما هو مبين في الجدول أدناه، ما مدى علاماته؟ طالب مني أطلع المدى، يعني أكبر قيمة ناقص أقل قيمة. شو أكبر قيمة من علامات زيد اللي هي 94؟ إذا المدى بيساوي عندك 94 اللي هو الرينج، بيساوي عندنا 94 ناقص شو أقل قيمة موجودة عندنا اللي هي 80. طيب يلا عندك 94 اطرح منهم 80 يا مس، بضل عندنا 14، إذا الرينج بهذا السؤال هو عبارة عن 14. سؤال 4، تمثل البيانات الآتية درجات الحرارة المئوية داخل غرفة الصف في شهر 5، أجد المدى. المدى بدنا ناخذ أكبر قيمة ناقص أقل قيمة. طيب شو هي أكبر قيمة موجودة عندنا؟ عندنا 25، في عندنا 27، 26 أقل، 25، 22، 19 أقل، وفي عنا 20 - 23، 21 - 23، 25 - 24. إذا أكبر قيمة اللي هي 27 ناقص أقل قيمة اللي هي 19. يلا يا مس بتقولي 27 اطرح منهم 19 بضل عنا 8، إذا المدى هو عبارة عن 8، إذا المدى لهذا السؤال هو عبارة عن 8. سؤال 5،
يظهر في الشكل المجاور عدد الأكياس اللي استخدمها محل لثمان زبائن. أجد الوسيط والوسط الحسابي والمدى. طيب هلأ خلينا أول شغلة نعرف العدد الموجود عندنا. كم كيس عندنا موجود هون؟ ثلاثة. هون واحد، هون ثلاث، هون عندي واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هون عندي أربعة، هون عندي أربعة، هون عندي واحد، هون عندي ثلاثة. تعال نرتبهم. واحد واحد واحد، هاي بدي أرتب لك إياهم هون. عنا واحد 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 ثلاث مرات، بعدين في عنا ثلاثة وثلاثة وثلاثة ثلاث مرات، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، عنا أربعة وأربعة مرتين، أربعة وأربعة مرتين. لما قال لي أوجد الوسيط يعني واحد راحت مع الأربعة، الواحد راحت مع الأربعة، الواحد راحت مع الأربعة، ضل عندي ثلاثة وثلاثة. إذا ضل عندي بالمنتصف عددين شو حكينا بناخذ لهم؟ الوسط الحسابي. ثلاثة زائد ثلاثة اللي هي ستة. طيب خليني أكتب لكم إياها بلون تاني. طيب حكينا ثلاثة وثلاثة ستة، ستة على تقسيم اثنين ثلاثة، إذا الوسيط هو عبارة عن ثلاثة. الوسط الحسابي مجموع القيم على عددها. يلا نجمع. واحد 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 ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة، زائد ثلاثة تسعة، زائد ثلاثة اثناش، زائد أربعة ستاش، زائد أربعة عشرين. طيب بنحكي لك عشرين تقسيم كم وحدة عندي؟ ثمانية. يعني تيجي بتحكي لي يا مس عشرين تقسيم ثمانية، هون على جنب نحكي عندك عشرين تقسيم ثمانية. عشرين تقسيم ثمانية اللي هي تلات، تلاتة ضرب ثمانية اللي هي ستاش. طيب عشرين ناقص ستاش اللي هي الأربعة. طيب نرجع نرفع فاصلة لأنه زاد عندي باقي فاصلة، منزل هون صفر. أربعين تقسيم ثمانية اللي هي عبارة عن خمسة، خمسة ضرب ثمانية اللي هي أربعين والباقي صفر. أخذناها هاي تاعت قسمة الكسور العشرية في الفصل الأول. إذا الوسط الحسابي هو عبارة عن ثلاثة ونص أو ثلاثة وخمسة من عشرة، ثلاثة وخمسة من عشرة. طيب تعالوا هلأ نشوف يا مس. إيه عفوا هون اثنين مش ثلاثة، اثنين اللي هي اثنين في ثمانية ستاش. إذا الوسط الحسابي هو عبارة عن اثنين وخمسة من عشرة وليس ثلاثة. المدى حكينا المدى أكبر قيمة ناقص أقل قيمة. شو هو أكبر قيمة؟ اللي هي عندنا الأربعة بطرح منها أقل قيمة اللي هو الواحد بيساوي عندي ثلاثة. إذا المدى ثلاثة والوسيط ثلاثة والوسط الحسابي اثنين وخمسة من عشرة. لحد هيك بكتفي يا مس بحل تدريبات درس المدى. رح أعطيكم سؤال ستة واجب عليكم. يعطيكم ألف عافية يا مس.